فتنة النساء. الله سبحانه خلق أشياء وقدرها في الكون، لكن في نفس الوقت بيّن لنا أن هذه الأشياء للتزين، وقد تكون فتنة، وحذرنا من الفتنة. من أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء. فكان أول تزيين وأشد فتنة هي فتنة النساء، وما هلكت بنو إسرائيل إلا بسبب فتنة النساء، وما عوقبت نساء بني إسرائيل بكثرة الحيض كما قال ابن مسعود إلا بسبب فتنة النساء، وما أخرج أبونا آدم من الجنة إلا بسبب أن حواء لم تساعده على طاعة، وما حدث من شر وفساد في الأرض إلا بسبب فتنة النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. فتبرج المرأة فتنة؟ نعم. المرأة تتعطر وتخرج في الطريق فتنة؟ نعم. المرأة تتكسر في الكلام مع الرجال فتنة؟ نعم. مشية المرأة المائلة الضاحكة في الطريقات فتنة؟ نعم.